خبر تاني لكن المرة دي عن ميسي. ميسي هيسافر السعودية فعلا في نهاية شهر مارس اللي احنا فيه ده، الخبر صحيح، لكن ميسي هيروح السعودية بصفته سفير للسياحة، ودي مش أول مرة يعمل الزيارة دي. يعني هي هتكون تاني زيارة لميسي للسعودية تحت مسمى السفير للسياحة، وهياخد معه عيلته وأصحابه بالكامل، وده اللي أعلنته وزارة السياحة السعودية في الوقت نفسه. الإنجليزي فيل نيفل مدرب نادي انتر ميامي الامريكي بيقول انه انتقال ميسي لفريقه وللدوري الامريكي هيكون الصفقه الاكبر في التاريخ، لكن لحد دلوقتي بعد خروج باريس سان جيرمان الفرنسي امبارح من دوري ابطال اوروبا بعد الخساره من بايرن ميونخ الالماني بنتيجه 3-0 في مجموع المباراتين، طبعا انتهت كتير وحاجات كتير جدا حوالين مستقبل ميسي. كمان خلال الاسبوع ده خوان لابورتا رئيس برشلونة اعترف ان الباب مفتوح قدام ميسي للعودة الى برشلونة، وانه التقى والده كمان، التقى والد ميسي الشهر ده. الشهر القادم هنشوف كل اسبوع اخبار جديدة عن احتمالية انتقال ميسي لبرشلونة او للدوري الامريكي، واحتمال كبير كمان للدوري السعودي، ما نستبعدش ده يعني، لان طبعا خلاص ميسي عمل كل حاجة في الكرة وقفل اللعبة، كون ان هو يرجع يبطل في برشلونة او يروح امريكا او يروح السعودية، وده وارد جدا جدا بعد اللي احنا بنشوفه من السعودية، سواء بانتقال رونالدو او لعيبه تانيين بيفاوضوهم، كل شيء وارد.